حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. هذا الحديث طعن في إسناده البعض، وقد استفاض ابن القيم رحمه الله في تهذيب سنن أبي داود بكلام نفيس جميل حول الرد على من طعن فيه، وسأقتصر لأن المقصود هو إيصال العلم للخاصة والعامة على حد سواء لكي يتبين لهم صحة هذا الحديث. سأذكر ما ذكر في إسناد هذا الحديث مما يتعلق برجاله المعنيين بهذا الحكم. هذا الحديث رواه سعد ابن سعيد ابن قيس عن عمر ابن ثابت ابن الحارث الخزرجي عن أبي أيوب الأنصاري، قالوا إنما داره على سعد ابن سعيد وهو ضعيف من قبل حفظه كما قال الإمام أحمد والنسائي. فالجواب عن هذا أن الإمام مسلم روى له وروى عنه شعبة وسفيان الثوري وابن عيينة وابن جريج وسليمان ابن بلال، وهؤلاء أئمة هذا الشأن. ثم إن سعد ابن سعيد لم ينفرد به، فقد رواه صفوان ابن سليم كما عند أبي داود والنسائي، ورواه يحيى ابن سعيد كما عند النسائي، ورواه عبد ربه ابن سعيد عند البيهقي، فلم ينفرد به سعد بن سعيد. ثم إن يحيى ابن سعيد رواه عن عمر ابن ثابت ورواه عن أخيه سعد ابن سعيد، ولا يضر في مثل هذا. ورواية من رواه أرجح من رواية حفص ابن غياث لأنهم أتقن وأكثر وأبعد عن الغلط. ثم لو سلمنا بضعف سعد ابن سعيد فإن الإمام مسلم احتج به، احتج بحديثه، لأنه ظهر له أنه لم يخطأ فيه بقرائن ومتابعات وشواهد. وإن كان معروفا على التسنيم بأنه يخطأ في غيره، فكون الرجل يخطئ في شيء لا يمنع أن يحتج به فيما ظهر أنه لم يخطئ فيه، وهذا ما صنعه الإمام مسلم رحمه الله. ولذلك البخاري ومسلم في أسانيد بعض أحاديثهما من تكلم فيه من جهة حفظه، فإنهما لم يخرجاها إلا وقد وجد لها متابعا. فلو قيل إن علة هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم لم يخرجه البخاري، فالجواب أن البخاري لم يستوعب كل الصحيح. ثم إن سعد ابن سعيد ليس من شرط البخاري، مع أنه قد استشهد به في صحيحه في كتاب الزكاة.